نتابع مشاهدينا هذا اللقاء اللي هو الأول من هيدا الاستوديو، وكنا أعلننا عن وجود شخصية معنا أيضا في هذه الحلقة، وقلنا لأسباب أمنية ما رح نقول منية الشخصية كان السفير الفرنسي باتريس باولي اللي مفروض يوصل من فرنسا ويجي مباشرة على استوديو. تأخرت الطيارة أكثر من ساعة، ومسألة كمان أعلننا عنها بدنا نتناول كنا القضية اللي هزت الرأي العام شغلي إبدو، رح تكون هذه القضية رح نطرحها الأسبوع المقبل مع ضيفنا بعد ما نكون سجلنا معه، ومعروف طبعا الأسباب الأمنية في لبنان ما فينا نعمل شيء. أنتقل إلى ضيفي باستوديو وإلى أيضا قضية هزت الرأي العام اللبناني وأصبحت قضية رأي عام، لأنه الإعلام تفاعل معها بشكل كبير، ضوى عليها كثير. اللبنانيين كلهم حسوا أنه خلص ما بينسكت، بقى ما بينسكت على أشخاص عندهم مذكرة توقيف بحقهم، بلاوي وما حدا بيتسلم حماية سياسية. بلش يطلع أسامي كمان لكتير ناس للأسف كان في ظلم لبعض الأشخاص. يمكن أنا بطريقة معينة ساهمت أنه قلت إذا في حدا بده يغطي الفاعل نحن رح نكشفه، هيدا تهديد. أنا كان قصدي مثل كتير غيري أنه نعمل نشكل ضغط حقيقي، ما حدا يجرب يحمي اليوم إجرام بهذا النوع، مصور موثق شباب سهراني لسبب سخيف بنقتل شاب ما بيرجع عند أهله. فهيدا كان الهدف، وبعتقد حققنا الهدف. وتحية مرة جديدة لشعبة المعلومات على الإنجاز الكبير والمهم. وأنا اليوم حكيت مع قائد هذه الشعبة العميد عماد عثمان، وقال لي أنه في 4-5 موقوفين وفي أخبار كتير منيحة، طولوا بالكم روقوا علينا، لأنه كنا كل وقت عم نلاحق، طولوا بالكم عم نشتغل ما حدا يحكي شيء. قلت له عم بيقولوا أكثر من مرة، قلت له عم بيقولوا أنه نحن عم نحكي عن غطى سياسي ومين ولازم نقول مين، شو عم بينعمل بهالقصة؟ في حماية سياسية؟ ما كان يقول لي غير طولوا بالكم وروقوا، وشباب عم بيشتغلوا وما عم ننام، وأنا عندي أولاد وهيدي قصة بتخصني وبتمسني. بدي أرجع رحب بضيوف الموجودين معنا على البلاتو، النائب والوزير السابق فريد الخازن، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. تعرضت لحملة كتير كبيرة، بعتذر باسمي وباسم كتير ناس. إذا لحقك أي ضرر في هذه المسألة أنا بعرف قد أنت بريء، بس نحن اضطرينا نحكي بالحماية السياسية هيك بالجملة، وثقبت حضرتك يعني زعيم بالمنطقة هونيك فعذرا، وهلأ حنحكي بالتفاصيل بكل الأحوال. ريمون نهرة أنت صهره لئيف وصديقي، وبقول لك أهلا وسهلا فيك، شكرا على وجودك معنا. كمان بعرف قد جرح كبير، بس حبيت تكون معنا اليوم، كان هدفنا نضغط أكثر وأكثر لتسليم الجنات. يمكن بعد في غيرهم أو نلقط الجميع عندك. مساء الخير بولا. نحن قاعدين باستوديو مثل ما حضرتك قلتي، وصلنا خبر أنه شعبة المعلومات ألقت القبض على شربي الخليل. هيدا إنجاز كتير كبير للدولة اللبنانية ولشعبة المعلومات بتحديد، أنه بعد 4 أيام من مقتل إيف قدروا توصلوا ليلقوا القبض على المتهم. وبتمنى أنه أنا أكيد أنه رح يقدروا يلقوا القبض على كل المشاركين. كم واحد بالجريمة. بعد في مشارك بالجريمة وما لم يلقى القبض عليه؟ صراحة نحن كأهل ما بنعرف، نحن مثل كل الناس يلي حضروا الفيديو يلي تسرب على التلفزيون. كان في 3 أسامي كأسامي أنا ما بعرف صراحة، هيدي دور الأجهزة الأمنية وعم تقوم بواجبها منيح. بس أنا اللي بقوله نحن بهمنا أنه يلقى القبض على الكل، يلي حرض واللي قتل أقوى من يلي قتل، اللي حرض هو كان السبب الأساسي للقتل. سو نحن بدنا أنه الكل يلقى القبض عليهم. أنا أول شيء مثل ما قلت لك بتشكر الأجهزة الأمنية، بس شو ما صار ولو لقطنا الكل إيف ما حيرجع لنا. صحيح. نحن خسرنا أغلى شغلة وأغلى عنصر. أنا خسرت خيي يلي هو بيكون صهري، بس خيي صغير أنا خسرته طالع يحتفل بعيد ميلاده على أساس كان مفترض تكون عم نحتفل نحن وياه، طلع وما رجع لنا. بس نحن اليوم بتبلش قضيتنا. صحيح. نحن قضيتنا مش بس إيف، قضيتنا كل هالشباب اللبناني يلي كل أم بدها تبعت ابنها يظهر يسهر يحتفل ما بدها تحط ايدها على قلبها تيرجع. نحن كلنا عنا على كل حال 100%. وخليني اقول انه معنا رسائل من السيده فيفيان بخط ايدها، رح نسمعهم
رسائل إلى اللبنانيين، إلى الشعب اللبناني من هذه السيدة المجروحة اللي أنا بعزيها مرة جديدة وجديدة؟ أستاذ فريد، حضرتك طلعت على الزيتون، أنا بشكرك أنك موجود معنا اليوم. بعرف قد كان في ضغوط كتير صعبة، بعرف كمية الاتصالات اللي نزلت عليك، بعرف كمية الظلم اللي لحقك بهذه المسألة. خبرنا ليه اسمك زوج في هذه القضية؟ أول شيء قبل ما نبلش هالحلقة، أنا بدي أتوجه بتعزية الحرة لأهل هالشاب، هالشاب اللبناني البريء ما ارتكب ولا أي ذنب، شاب أقل ما فيني أقول عنه أنه نص شباب لبنان أصدقائه وأحبائه، ومنهم خيي كان معه بالمدرسة. رشيد. صح صحيح. فهالمسألة أليمة جدا، هالمسألة ما حدا في يوصف قديش صعوبتها على الأم، على البي، على الأهل، على العيلة، على الصهر، على الأخت. يعني فعلا، وأنا اليوم مريت أقل شيء واحد بيقدر يعمل، شوف يعني بهيك حال الواحد شو في يعمل، أقل شيء في يعمله أنه واحد في يقطع يعزيهم، يقاسي. بس خليني أقول لك هذه النقطة كتير مهمة، بس أنا بدي أقول لك شيء. اليوم كنت موجودة مع مجموعة من الأشخاص، تلقيت مئات الاتصالات. فريد الخازن، ليه عم بتخبوا؟ ليه ما بتقولي؟ يعني اليوم خفت بخناقة لأني بعرف شوي، يعني أنه ما في حدا عندك وأنه ما لك علاقة بهالقصة. كيف بينزاج اسمك واسم فارس بويز، كمان وزير فارس بويز هلأ بخبر قصته بهذه القصة؟ بس قبل ما نسمع عنك لقلك شغلة، للأسف مش مسموح أنه يصير فيه دوس ودعس على الدم لأهداف سياسية وانتخابية. عيب عيب. هذا شاب من أطيب شباب هالبلد، ما بيصير أنه تجوا تستخدموا دمه، تستخدموا هالحادثة اللي حصلت لأسباب سياسية وانتخابية. أخصامك بالسياسة وأنت يعني؟ بتعرفي، أنت بتعرفي أنه مين اللي كان عم بيحرض، ومين اللي عم يتصل، ومين اللي عم يحكي، واتصلوا فيكي وقالوا لك وغيرك وقالوا لك يا حوي. انا صحيح اخصامك بس اكثر من فخليني اقول لك شغله. نحن اول شيء ما بنحمل دم، نحن مش بيت حمل دم، وتاريخنا مش تاريخ دم، لا انا ولا اهلي ولا بيي ولا عمي ولا جدي، ما حدا حمل دم لا بالحرب ولا بعد الحرب. فلذلك انه نجي نحن نستخدم حادثه من هالنوع فيها شاب مثل من زهرة شباب لبنان لأهداف ومقارب خاصة وسياسية، نتهم فلان نتهم فلان ونعمل شبكة ويعني نويو اتصال مع الإعلاميين نوات، وأنه فلان اللي مخبيه وفلان اللي مخبيه. نحن لقلي عفوا حبيبي لقلك شغل، أول شيء مش انا وحدي اللي استهدفت انا وفارس بويس. لا مش عن فارس، اكثر شيء فارس هو. إيه فارس، لانه ايه بس استهدفت كسروان. استهدف جرد كسروان، معلش كسروان وجرد كسروان مش قندهار. كسروان هي بكركي، كسروان هي اهم جامعات بالبلد، كسروان هي اهم مستشفيات بالبلد. ما حدا اتهم كسروان لا بلا ولا 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 لا عفوا بلا تهم جرد كسروان، انه جرد كسروان هو اللي يعني وكانه هو كندهار. لا جرد كسروان مش كندهار، هو مع الوزير اللي صار هيدا السلاح الموجود، هيدا السلاح الموجود بهالكميه. بدك تقول للناس ما بدها تقول، كيف معقول يكون موجود هيك سلاح بين الناس؟ ما هون هيدي آفة اجتماعية. انا بقول هيدي مسألة انه كل واحد بده يطلع تيسهر، بده يطلع تشم الهواء، بده يطلع عرس، بده يطلع حزن، بيطلع مقتم، بيعبي سيارته، بيطلع سيارته، بيعبي سيارته سلاح. ما ننسى كمان انه من فترة زمنية مش كتير بعيدة كل القيادات السياسية، كل القيادات اللبنانية مسيحية وغير مسيحية دعيت بشكل مباشر او غير مباشر لحمل السلاح، انه في وضع بالمنطقة وفي داعش وفي النصرة وفي يعني فهيدي عززت كمان بعض الأمور. في شغلة بضيفها مع الوزيرة، فلذلك عفوا بس خلينا بس لحظة رح رح كفي الفكرة وخلص. تفضل. فلذلك عائلات كسروان
إن كان بيت خليل، إن كان بيت صغيب أو بيت سلامة أو بيت الطيش أو بيت عقيقي أو كل هالعائلات، هيدي عائلات فيها ناس محترمين، فيها دكاترة وفيها أساتذة وفيها محامين وفيها أطباء. هلأ طلع مجموعة ارتكبوا هالجرم الكبير وعملوا هالقصة، صح، ما حدا بيغطيهم. وأنا بدي أقول لك شغل، أنا وجاي هلأ على الطريق بيتصل فيي محامي شرب الخليل اللي أعلن من اللي قال إنه بيسلم، قال لي بتمنى، أنا عارف إنك طالع على الحلقة، بتمنى تعلن إنه في قرار من العائلة بتسليمه. وشرب المسلم خليك لقطوه، خليك معي. لا 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 ما لقطوه، هلا خبرني هلا يا عمي بالنتيجه ما في شيء، شعبه المعلومات ما سلموا. طلب منهم انه يشوف بيو معه كانسر، بعد شهرين بده يموت. انا مش عم دافع عنهم، بس عم اقول لك شو صار. هلا اتصل فيي وقال لي اذا بتريد بلغ انه نحن سلم بقرار من العائله، سلمنا شربل عنده شرط واحد، انه يشوف بيو بصحه تعبانه، عنده كانسر وعيش على الأكسجين، بدنا يشوفه قبل ما يموت، قبل ما الله يطول بعمره. يعني ما حدا الأولى اللي صارت لذلك خليني بس أنا سمعتك بالحلقة، نحن ما نعبر كعائلة كمان لحظة من فضلك. يعني من اللحظة الأولى أنا بس مش مكبوت أكثر مني، لأنه أنا مخنوق أكيد. من اللحظة الأولى اللي صارت وقع إيف ضحية اللي صار، ونحن بالمستشفى بلش يطلع إشاعات شي شمال شي يمين، نحن كل هالإشاعات اللي كنا عم نسمعها كعائلة ما كانت همتنا، كان هممنا أول شيء يخلص إيف وقتها، يخلص بالعملية، إنه يخلص العملية ويرجع لنا بالسلامة. وقتها إيف ما خلص، ما زمت، استشهد، توفى. نحن من الحملة الكبيرة يلي مش نحن أمنا فيها، يلي كل شخص بلبنان، يا كل ام عندها ولد، يا كل خي، يا كل اخت قاموا فيها منهم لحالهم بلا ما يعرفوا مين ايف ومين بيكون ايف ومين عائلته لايف، قاموا فيها. وهالحمله الكبيره الاعلاميه وعلى السوشيال ميديا، انا باكد لك انه ما بتخيل ولا سياسي كان بيقدر يحط على ضميره انه يغطي الفاعلين بالورا اللي صار. بس لما كانوا عم بيجوا يقولوا لكم موجود عن فريد الخازن، موجود عن فارس الويل، ما كنا نرد على حدا ولا كل الشخصيات من الشيخ فريد لكل فعاليات كسروان اتصلوا وقالوا لنا يا خي نحن بخدمتكم، نحن بدنا نجيبهم. بس في شغله انا بدي اضيفها، مزبوط انه كل عمره كسروان وفريا وحراجل وكل هالمنطقه، هيدي كمان منطقة فتحت إيدها بأيام الحرب واستقبلت كل اللبنانيين ولجئتهم عندهم. بس اللي صار شيخ فريد مش مقبول، أكيد. اللي صار كمنطقة سياحية بفريا، حيلا أم حيلا بي بتحط إيدها على قلبها إذا بترجع. أكيد. أنا برجع بقول لك بيت خليل هن عائلة مسيحية كبيرة، أكيد هالأشخاص ما بمثلوها أبدا، هن قلة صغيرة كتير. صحيح. كمان صحيح. وأنا أكيد كمان من بيت خليل في أمات وبياتي بيستنكروا اللي صار. صحيح. مع إيف. فهيدي بس كنت بدي وفي صحيح. شرب الخليل الفنان صديقنا الرائع اللي يحمل أكيد. نفس الاسم، حتى نحن في عنا أصحاب من بيت خليل، شخصية بيت خليل شخصية محترمة يعني والناس بتحبه كتير. طيب بس بدي أرجع إلى مسألة يعني كتير مهمة ريمو، يمكن أنت هيك ربت عليها بطريقة من الطرق، رغم كل هذا التعاطف اللي فرجيتوه للعائلة واللي أظهرتوه، اسمك واسم فارس بويز زوج بهذه المسألة بحملة ما في شك كثير كبيرة. خلينا نقول إنه فارس بويز من 20 سنة هو والعائلة منن على وفاق سياسي. سألناه ووضح أكثر من مرة، هو على كل حال موجود بباريس، يمكن نتصل فيه بعد شوي أو يتصل فينا ما بعرف، بس إذا تعذر الاتصال تنقول كمان إنه ما لجأوا لإله. هل لجأ حدا لعندك؟ هل حاول حدا يتصل فيك وقلت له أنا ما بحميكم، أم حتى المحاولة ما تمت؟ أبداً ما حدا أبداً. أنا لقلك لا، كل المشاكل بتصير أو الإشكالات بتصير بجرة كسروان بأغلبها بيلتجوا إلي، وأنا طريقة معالجة الأمور طريقة معروفة. أول شيء لما بصير في أي إشكال من دون ما يكون في دم أو قتل، بيكون في خبيط، بيكون في مشكل، بيكون في هذا، اول شيء بطلب انه هاي طريقتي وهذا اسلوبي،
انه تفضلوا المرتكبين سلمون جيبون انا سلمهم بايدي، انا سلمهم بايدي مرتين وثلاثه واربعه، انا اخذ المرتكبين سلمهم بايدي للقضاء. بس في مذكرات سابقه على شرب الخليج بيكون في مشكل، ما بعرف شرب اذا في عليه مذكرات، بعرف انه ما بعرف اذا في مذكرات. بس انا لما يصير في مشاكل بجرد كسروان انا طريقتي اسلوبي اول شيء بتسلم، اول شيء بسلم قضاء، بعدين بنحاول نعمل مصالحه، بنحاول نعمل صلحه، بنحاول لا ولا بتكم بيكمل الملف بالقضاء. بعتقد انا انه هذا سبب اساسي انه ما لجؤوا لك، ما لجؤوا لي. لمين لجؤوا؟ لانه انا لو لجؤوا لي اول شيء راح بطلبوا من شان مصلحتهم هن، ومن شان مصلحه البلد، ومن شان مصلحه ال- 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 العداله، ومن شان هالشاب اللي الله يرحمه. ما فيني اقول لك شو احترقت الناس عليه، انا شو احترقت قد ما سمعت، انا ما بعرفه، بس قد ما سمعت من العالم، قد ما سمعت من 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 خيي ومن اختي، اختي كانت هي واخته بنفس الصف، او هي وهي وابن خالتك، هي وابن خالته اللي طلع على المخرج اللي طلع جاد شويري ايه بنفس الصف اختي هي. يعني قد ما احترقنا عليه لهالصبي، يا ريتهم لجؤوا لي كنت انا قلت لهم سلمتهم تفضلوا على القضاء. هيدا السبيل الوحيد لانهاء الخط السليم اللي نعم لازم نسلكه بهالمساله. بقول انا في شغله بدي اتمنيها تفضل للراي العام، انه قضيه ايف ما تستثمر بالسياسه. قضيه ايف قضيه انسانيه بحته، هذا الاساس، هذا الاساس، قضيه انسانيه بحته، شباب سهرانين من وراء تهور طيش اللي هو ادى لمقتل ايف، لا تستثمر بالسياسه ابدا. نحن مش هيدا هدفنا، ما بدنا لقلك ليش ما بتستثمر بالسياسه، لانه كل الاطراف من فخامه الرئيس لدولة الرئيس سعد الحريري لدكتور سمير جعجع لكترة الجنرال عون لفعاليات كسروين كلهم تضامنوا معنا وقفوا حدنا. نحن ما بدنا نستثمرها بالسياسة هيدي، وبنتمنى انه ما حدا يستثمرها بالسياسة اكيد طبعا قضية انسانية. معلش معلش بس خليني اخذ تعليق جنرال عايدة قبل، بدي اتوقف كمان مع فاصل، قبل الفاصل او بعد الفاصل؟ قبل، سريع يلا تفضل جينو. بس بدي اقول شغلة، صرنا عم نركز هادة ايام على اذا في غطاء سياسي ولا لا، ولا اذا هيدا عم ياثر، بس في شيء نسيناه انه مع كل غطاء السياسي لو موجود ولو لا، الشعب بالاخر قرر. نحن ناس عادي على انستغرام على تويتر، نشرات الاخبار كمان كلهم غطوا عليها. يعني لو مين ما كان الغطاء، اذا الناس بتعمل كفايه، الاجهزه الامنيه بتقدر تعمل شغلها. صحيح. وعم تعمله، وفي اكثر من محل مثل على مثلا رعيد راس السنه كمان وقت كرمال السير قدروا يظبطوها لان كان في ضغط. سو مين ما يكون حميه ما بياثروا. anyway نحن ما عندنا ثقة بالطقم السياسي كله، سو اخر همنا شو هن مين عم يحموا وما عم يحموا. فرجيناه من وراء ايف، وانا يعني مع انه من الالم يعني اللي خسرته، برهنا انه اذا الشعب بيقوم يعني يمكن مش بعد، لان هيدي دقت بمحل قريب، كنا بنسهر بهالمحل، كنا بنروح على الطريق، حيلا حدا في بهالشاليه هونيك، سو فرجينا انه نحن لحالنا بهاشتاج يمكن او على الاخبار وبمظاهر يمكن كان رح تصير لأحد أصل العدل، قدرنا لو مين ما كان عامل غطاء سياسي ما بيأثر بالآخر. نحن رح نقرر مش السياسيين. والشي بزعل إنه إذا في مشكلة بكسروان مضطرين يروحوا عند زعيم والزعيم بيسلمهم. صحيح. لازم القوى الأمنية تروح على بيتهم وتشيلهم، لأنه مش زعيم، هيدا القضاء بيقرره والشعب للأسف والرأي هيدا العام. واقع الحال، وهيدا شيء شاذ، أنا ما بحس شيء نفتخر فيه طبعا، وأنا من سكان كسروان خاصة يعني. صحيح. أنا بس قبل الإعلان بس بدي